بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر الله بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. نعم، هذه القاعدة 18: أن الله تبارك وتعالى يطلق الهداية والضلال والرزق والإقتار، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد أن الرزاق هو الله، وأن الهادي هو الله، وأن المضل هو الله، وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك، تعلق بالله وأحب الله وطلب من الله ودعا الله والتجأ إلى الله ولم يسأل غير الله، فحقق هذا عنده العبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده، ويتذكر قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يتذكر قول الله تبارك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا عرف العبد أن كل شيء بيد الله لجأ إلى الله، وهذا هو المراد، هذا هو المراد، أن يلجأ العباد إلى الله ليحققوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.